ديما هي هي عمرها ما تبدلات. شكرا سيدي. باب الرسالة نتمنى توصل إن شاء الله. نتمنى توصل إن شاء الله. لك اليوم هو العائق اللي نقول باش نوصل باش نوصلوا هادشي كتقول انت كنوصلوا خصنا الصحه زياده في اجور لهاد الناس هادو رانا في ضيعه متقاعدين تما اللي ضايعين هادو هادو نساعد الناس هادو باش كندخل البرنامج ديالنا هو بالنسبه للبرنامج الوطني هو البرنامج المحلي ولا عندك شي تساؤل ولا شي حاجه راه حنا مواطنين ونصنفات الدين المطيع وكيل لائحه مقاطعه انفا عن تحالف فدره يسار تحالف اللي كيعرفوه جميع المغاربه بالمواقف الثابته ديالو داخل المؤسسات او خارجه كما كتعرفوا جميع هذه الاستحقاقات جات في واحد الوضع استثنائي اللي جا مع الحاله الوبائيه اللي كيعرفها العالم والازمه الاقتصاديه والعزوف ديال المغاربه وانعدام الثقه ديالهم في العمل السياسي الحزبي والعمل الديمقراطي بعد التدبير الكارثي ديال التحالف ديال الحزبين اللي هما العداله والتنميه وحزب التجمع الوطني الاحرار وهاد الاستحقاقات اللي المفروض انها تكون تكريس للديمقراطيه والاراده الشعب ومناسبه للاحزاب السياسيه انها تعرض البرامج ديالها والمشاريع السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين ويخليو الصندوق هو الحكم تحولات عند بعض بارونات وصماصره الانتخابات المناسبة لكسب ولاء طبقة الهشام من جديد وذلك عن طريق شراء الدمام واستعراض العضلات والمال في شوارع ديال المدينة مالوغوزمون ولذلك قررت أنا ومجموعة من الشباب من ذوي الاختصاصات المتعددة أننا نترشحوا في الاستحقاقات المحلية القادمة لغيرتنا على المنطقة وعلى المدينة ببرنامج واقعي كيتمركز على 37 التزام لا في التدبير الجماعي أو المجال الاقتصادي والاجتماعي والخدمات العمومية واللي كندعوكم أنكم تطلعوا عليها على الموقع الرسمي ديالنا رسالة.ma وكلنا كنذكروا المشاكل اللي عاشتها ساكنة الدار البيضاء من تسير كارثي لشركة تدبير المفوض في مجال النقل ومجال الكهرباء والماء وحتى بالنسبة لمجال النفايات وبصوتكم ومساعدتكم إن شاء الله غنقطعوا الطريق على صماصرات وبارونات الانتخابات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.